معنا من تونس مراسلنا سيف الدين العامري. سيف، ماذا في خلفية هذه القرارات؟ يبدو أن الرئيس قيس سعيد بدأ عمله سريعا بعد الاستفتاء. صحيح يوسف، هناك قراءتين لخلفية هذه القرارات. القراءة الأولى قانونية وتقنية صرفة، نتحدث هنا عن إعداد مشاريع قوانين لتتطابق مع الدستور الذي سيدخل حيز النفاذ يوم 27 أغسطس القادم بعد استيفاء أجال الطعون. طبعا هنا نتحدث عن القضاء الإداري، المحكمة الإدارية هي التي سترى في الطعون وتقيم هل إذا كانت نصوص الطعون تمس من جوهر عملية الاستفتاء ومن جوهر إذن الدستور، وبالتالي نفكر في حلول أخرى، إعادة الاستفتاء أو غيره، وهذا غير مطروح إلى حد هذه اللحظة. وطبعا نتحدث عن دخول الدستور حيز النفاذ، وبالتالي مؤسسات هذا الدستور الجديد ستدخل حيز النفاذ. هنا يفتح الباب إلى القراءة الثانية وهي السياسية. الرئيس الآن يمر إلى السرعة القصوى، بمعنى أنه قد اقتنع نهائيا بأن الكتلة النشيطة الانتخابية في تونس، وهي لا تتجاوز عموما منذ 2011 إلى حد الآن 4 ملايين ناخب، هناك 3 ملايين منهم قد انخرطوا في هذا الاستفتاء وشاركوا مشاركة نشطة إن بنعم أو لا، وانتهى الموضوع إلى اكتساح النعم والداعم لنص الدستور ب 94.6%. إذن رئيس الجمهورية يمر لوحده طبعا إلى السرعة القصوى. هناك عديد من الأحزاب والأطراف التي تساند رئيس الجمهورية، حركة الشعب، التيار الشعبي، عديد المنظمات الأخرى، حتى اتحاد الشغل إلى حد الآن صمته يحسب مع الرئيس. أما أحزاب أخرى التي تنشط الآن في مسألة الطعون هي التي ستعارض الرئيس حتى في مسألة القانون الانتخابي، المجلس التشريعي ومجلس الجهات والأقاليم. يوسف، شكرا جزيلا لمراسلنا من تونس سيف الدين العامري.